محمد صلاح ينتقل رسميا الى نيوكاسل. يلا بينا نخش على الحلقة عشان نشوف الخبر ده. مساء الخير، جايين لكم النهاردة في حلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت. هنتكلم عن سوق الانتقالات وقبل ساعات قليلة من غلق صفقات يناير. طبعا اول اسم هيشد انتباهنا هو محمد صلاح. محمد صلاح الفترة من 1 يناير لحد اخر 29-30 يناير انتقل ل 150 نادي رسمية. تخش على قناة على اليوتيوب يقولك رسميا محمد صلاح في ريال مدريد، رسميا محمد صلاح في برشلونة، رسميا محمد صلاح في اي حتة. لغيت بقى امبارح شفت خبر عجيب، يعني انا مش عارف اللي كتبه ولا اللي شيره على القناة شيره ازاي. رسميا محمد صلاح في نيوكاسل، يعني مش للدرجات دي، يعني مش نيوكاسل، يعني دلوقتي زي ازارو مثلا في الاهلي يقول لك ازارو رسميا في بلديه المحله. طب ايه يعني؟ خليك ماشي ريال مدريد هصدقك، هخش على الخبر اتفرج، هخش على برشلونه برضو خبر برشلونه هتفرج، لكن نيوكاسل يعني هيسيب برشلونه، يعني هيسيب ليفربول باللي بيعمله ده كله، احسن لاعب وهداف الدوري ويعني متصدرين الدوري، ويروح نيوكاسل؟ فانت حتى لما تهبد اهبد هبده، يعني ممكن تتصدق؟ يعني حرام اللي انت بتعمله في الناس ده، يعني 150 نادي ده شويه والله. كل يوم هي قنوات وحاجات مخصصه محمد صلاح، هم ما بيتكلموش غير على محمد صلاح. خلصنا بقى من نغمه محمد صلاح فخر العرب وارحموا الراجل، يعني ما لحقتوش تخلصوا من حاجه. لا، محمد صلاح في بلديه المحله، محمد صلاح في نيوكاسل، محمد صلاح ارحموه، يعني سيبوه يركز. وبرده كمان الاعلان اللي هو الصفحه بتاعته اتقفلت 50 بقى، ايه الثلاث ايام اللي الصفحه اتقفلت ولغايه ما ظهر الاعلان بتاع اللي عمله محمد صلاح. محمد صلاح يورجن كلوب عنفه عشان يقفل الصفحه بتاعته ويركز في الماتشات. محمد صلاح ماذا قال يورجن كلوب؟ كل الهبد ده غير بقى ايه مثلا زوجه راموس تعنفه عشان خبط محمد صلاح، يعني ممكن تتطلق عشان خاطر محمد صلاح. فارحمونا يعني، كتير والله والله كتير. انا لما بشوف الحاجات دي فعلا باستفز. انتوا اللي بتعملوا الحاجات دي قيمه، انتوا بتتفرجوا بتخشوا الاقي 19000 بتاع خبر نيوكاسل ده 19000 من امبارح بالليل بس. يعني انا محمد صلاح لو دخل الحمام، الله يشوف صلاح يا جماعه، ماذا قال كلوب عن دخول محمد صلاح الحمام؟ بجد والله ما بهزر، والله الاخبار كلها كده في القنوات. فارحمونا يعني. نتكلم بقى جد، محمد صلاح السنه دي ما ينفعش في انتقالات يناير ولا في اخر السنه، ممكن نتكلم في اخر السنه، لكن يناير هو متصدرين الدوري، هداف الدوري، يعني هو نجم ليفربول، هيسيب ليفربول بمكانة ليفربول وتاريخ ليفربول وخمسة دوري أبطال يعني و19 دوري وليلة عشان يروح مثلا نيوكاسل ولا يروح أي فرقة تانية؟ هيركز سيبوه لآخر الدوري بعد ما ياخد الدوري، ياخد أحسن لاعب وياخد الهداف. ممكن بقى نتكلم محمد صلاح ممكن يروح ريال مدريد، يروح برشلونة، ساعتها لو جات له عروض ممكن ليفربول لو خد الدوري ممكن تفكر في كده. بس انا شايف ان محمد صلاح ممكن يصنع تاريخ مع ليفربول. هنبص على كوتينيو، ساب ليفربول وراح برشلونه، قاعد دكه بيلعب ماتشات مش كتير، بيلعب مش متالق زي ما كان في الليفر. فصعب ان محمد صلاح، انا يعني اقرب انه يمشي ممكن يروح ريال مدريد عشان ريال مدريد محتاجه لعيبه حاليا. لكن الكلام ده ممكن في اخر السنه ونشوف الليفر هتسيبه ولا ممكن ما تسيبوش اساسا. ده الكلام ده كله تكهنات. نسيب بقى نغمة محمد صلاح في الحمام، محمد صلاح هيروح بلدية المحلة، محمد صلاح نهدى شوية ونسيب الراجل يركز. عندنا عنده الدوري وعنده دوري أبطال وكاس أفريقيا على الأبواب. هنخش على محترف تاني وهو المحترف محمد النني. محمد النني كان أكثر حظا من محمد صلاح، الحمد لله ما انتقلش 150 نادي، لا انتقل بس ممكن 20-15 نادي. تناولت الاخبار كده الاهلي، هنقول الاهلي ممكن ما تبقاش ارتبط اسمه بالاهلي، مش هبدا عشان الاهلي كان ممكن يكون عايز يجيبه اعاره زي رمضان صبحي، بس صعب فعلا ان محمد النني يرجع مصر تاني. لكن ارتبط اسمه بروما، ارتبط اسمه بليستر سيتي. انا شايف ان محمد النني حاله مختلفه عن محمد صلاح. من ساعه امري ما وصل الارسنال وهو مهمش، ما بيلعبش كتير، بيلعب ماتشين او ثلاثه في خلال 30 ماتش او 35 ماتش. فده ممكن نقول لمحمد النني ان انت ممكن فعلا تفكر انك تنتقل على سبيل اعاره حتى 6 شهور دول ليستر سيتي، تروح روما، تروح فريق من منتصف الجدول في الدوري الانجليزي، تثبت نفسك زي محمد صلاح ما عمل من سنتين مع تشيلسي ورجع بعد كده للدوري الانجليزي تاني وبوابه ليفربول وتالق ومستواه جاب كويس. فانني انا الحاله دي انا لا، يعني اني انت المفروض تفكر وتمشي، تروح حتى ليستر سيتي، ايفرتون، تروح فرقه
هتلعب فيها، بعد كده هتتشاف وهتتألق عشان مستواك ما ينزلش وعشان فورمتك ما تنزلش، وممكن ترجع تاني لأرسنال، ترجع ليفربول، ترجع أي فرقة تانية. فاحنا نفسنا فعلا إن محمد النني يلعب في نادي، يلعب باستمرار ويلعب في نادي كبير، هيفيد المنتخب وهيفيد نفسه وهيبقى لاعب محترف زيه زي محمد صلاح. وطبعا القنوات بتاعت اللي بتهبط دي هتطلع طبعا محمد النني زي محمد صلاح بقى، وناخد مادة إعلامية جميلة عن محمد النني. تالت اسم معانا محترف هو احمد حجازي. احمد حجازي جايز يكون خارج الاضواء لانه فرقته ويست بروم نزلت الدرجه الثانيه، بس كان بيقدم موسم طيب السنه اللي فاتت وكان عامل موسم كويس جدا مع ويست بروم، نزلوا هبطوا للدرجه الادنى طبعا ما سابهمش، استمر. انا كان نفسي انه لا يسيبهم يروح فرقه ثانيه، عنده قوة بنيانية قوية، فتنس عالي، لعيب طويل، لعيب هيفيد أي فرقة يلعب فيها. كان راح إيفرتون، كان راح أي فرقة تانية، الوضع مختلف. حجازي بيقدم موسم السنة اللي فاتت موسم جميل وجميل جدا، فأنا كان نفسي يروح فرقة تانية، بس هو ارتبط اسمه برضو في الفترة الأخيرة إنه ممكن يرجع الأهلي تاني. لا، صعب إنه يرجع الأهلي، وأنا مش مع رجوع الأهلي مع إني أهلاوي جدا، بس اللعيب اللي بيتألق بره في الدوري الإنجليزي ما بيحبش إنه يرجع مصر. خليك كمل، يبقى عندك طموح، خليك مثلا زي محمد صلاح لما حب يسيب تشيلسي ما رجعش فرقة تعبانة، راح فرنتينا، ومن فرنتينا راح روما، ورجع تاني على ليفربول للدوري الانجليزي. فاحمد حجازي انا بتمنى انه يعني في فتره الانتقالات الشتويه، ما كانش في فتره الانتقالات الصيفيه، انه يشوف له لو ما صعدوش طبعا الدوري الانجليزي، انه يشوف يعني وكيله يشوف له حاجه احسن من كده، عشان احمد حجازي فعلا لعيب ولعيب كويس دفاعيا، فنتمنى انه يلعب في نادي كبير. هنخش على اخر واحد معانا في المحترفين النهارده، هو محمود تريزيجيه. تريزيجيه مكسر الدنيا في تركيا مع قاسم باشا. تريزيجيه تجربه في الدوري البلجيكي بقت بالفشل، اعاره، راح الدوري التركي تالق، ما كانش بيلعب في الدوري البلجيكي، راح تركيا متالق متالق جدا. محمود تريزيجيه موهبه، سرعه، مهاره، بيجي اسيستات، اجوال. انا نفسي محمود تريزيجيه يسيب تركيا. تركيا ما حدش بيبص على تركيا، وقاسم باشا مين قاسم باشا؟ طب جارت سراي، يروح فنربخشة، لكن قاسم باشا مش معروف قوي. ارتبط اسمه برضو بالدوري الايطالي شويه، بالدوري الانجليزي شويه، انه ممكن يروح ايفرتون، ممكن يروح ليستر سيتي، ممكن يروح في الدوري الايطالي لاتسيو، ممكن يروح فرق من منتصف الجدول في الدوري الايطالي او لاتسيو او فرقه من الفرق دي. فانا مع انه يسيب الدوري التركي ويروح فعلا حاجه كويسه، حاجه قويه زي الدوري الايطالي او الدوري الانجليزي، هيفيد المنتخب وهيفيد نفسه. محمود تريزيجيه مظلوم اعلاميا زي ما بنقول، مش محطوط في خانه محمد صلاح ومحمد النني، مع ان بيعمل مع المنتخب مصر حاجات وحاجات كبيره جدا، وبيقدم عروض قويه جدا. فنفسي محمود تريزيجيه يروح دوري انجليزي او دوري ايطالي، المفروض هو يسعى للكلام ده، يبص مثله لمحمد صلاح، شوف محمد صلاح بيعمل ايه، ويعمل زي محمد صلاح. تحدي محمد صلاح لما ساب الدوري الانجليزي، لا، اشتغل على نفسه ولعب كويس ورجع من بوابة ليفربول تاني للدوري الانجليزي. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن اخبار المحترفين المصريين في الخارج. طبعا يعني زي ما بنقول، ياريت تتفرجوا على القنوات، او مش هقول لكم اتفرجوا على قنوات وقنوات، لا، بس نطلب من القنوات دي انها ما تهبطش كتير، تقدم محتوى محترم، يعني احترموا عقلية الناس. انا لما بشوف حاجة زي دي ما بخش عليها والله، بس في ناس بتخش والله مش عارف يعني اهبد انا كمان ولا اعمل ايه. في ناس بتقول لي يا عم هبد، اهو ده اللي بيجيب فلوس، بس لازم نحترم عقلية الناس. مش كل مثلا واحد لعيب داخل الحمام هنعمل له حلقة عشان مش داخل الحمام يعني، بس يعني اغلق حسابه. لا، ازاي اغلق حسابه؟ كلوب عنفه. يا جماعة اهدوا على الناس وقدموا محتوى يليق بعقل الناس، وانتوا كمان يعني ما تدوش للناس دي اكبر من حجمها. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ياريت تدعمونا بسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير وصالح.